بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 96 بعد 100 والألف. ونحن نتحدث عن آيات في سورة النحل. يحدثنا الحق تبارك وتعالى عن الشهداء فيقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. الشهداء، هل أنت مخلوق لتشهد؟ نعم. يعني إيه مخلوق لتشهد؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اعرف الترتيب ده، اعرف الترتيب ده. لو عرفت الترتيب ده انت سعيد وعرفت انت مخلوق ليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. فلما ربنا يجيب حد يشهد على اليهود والنصارى يبقى مسلم، مش هيجيب واحد ممثل ولا مغني ولا يجيب حد فاسق ولا حد بيسرق في اللجان ولا الكلام من ده، لا خلاص. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بص بقى، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يفيدنا في إيه؟ الكلام ده يفيدنا في إيه؟ واحد يقول لك يا عم أنا ماليش دعوة بالناس، أنا ماليش دعوة بحد. أم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت هتشهد عليهم يوم القيامة. تشهد على إيه؟ إحنا عندنا ناس يعني في المناطق اللي بنقول عليها راقية والعمارات، ما حدش من سكان العمارات يعرف التاني، ومحدش في شقه عاوز التاني يخبط عليه ولا يسلم عليه. كل واحد عاوز يعصي ربنا لوحده. يعني في بعض يعني اللي بيشرب سجاير، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيرتكب الزنا، اللي بيعمل، كل واحد مالوش دعوه بالتاني، وكل واحد كننا اغراب. فين الشهاده؟ وكل واحد يقول لك مالناش دعوه. طب لو كل واحد فينا قال مالناش دعوه نروح النار، ايوه نروح النار. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما حدش بيقول التاني ده غلط، ده احنا كده هم ضايعه. ليه بقى؟ اقول لك دلوقتي، انا عندي في مركز بحثي مثلا 10,000 واحد واخدين دكتوراه ما بيشتغلوش. مش عندي في مركز بحثي واحد، ده انا عندي 20-30 مركز بحث. اللي معاهم الاف وما بيشتغلوش، دول معاهم الاف دكتوراه ما بيشتغلوش، بيروحوا يقبضوا اللي بيقبض 10,000 و12,000 كل شهر ما بيشتغلوش. ومحدش بيقول للتاني كده غلط، لا ده اتفاق. انا استاذ اشتغل ازاي؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب الدوله اللي بتدفع للاساتذه الاف مؤلفه في المراكز البحثيه ومحدش بيشتغل، اشتغل ليه؟ لدرجه ان احنا قلنا طيب نحول المراكز البحثيه الى كليات تعلم الطلبه وتصحح و عملوا اجتماعات والاساتذه رفضوا. يعني بكلم رئيس مركز بحثي فبقول له ما حولتوش ليه المركز البحثي بتاعكم الى كليه؟ قال لي عملنا اجتماع للاساتذه وقالوا مش عاوزين وجع دماغ، احنا بناخد مرتبات من غير حاجه، لسه هندي محاضرات ونصحح للطلبه ولجان امتحان واعوام دراسيه، وليه التعب ده؟ ما احنا بناخد الالاف بتاعتنا من غير دوشه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولما تضيع النخبه تضيع الامه. لما في مركز بحثي واحد 10,000 واخدين دكتوراه وانا عندي 30-40-50 مركز بحث، كام الف واحد خدوا دكتوراه وما بيشتغلوش؟ اكتر من 500,000. مش عايز اقول لك داخلين على 1,000,000 وما بيشتغلوش وبياخدوا الاف مؤلفه. تقول ايه ربنا؟ عشان كده ربنا بيقول: ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم. الامه وقعت ليه؟ لان الصفوه وقعوه، اصحاب العقول مش عايزين يشتغلوا. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهل يا ترى الصفوه هي اللي وقعت والشباب ما وقعش؟ الشباب وقع هو كمان، معروضه وظائف ب 1500 جنيه في الشهر، بس الشباب مش عاوز يشتغل، يقعد على القهوه احسن. ليه؟ لانه بياخد مصروفه من بابا وماما، بياخد السجاير من بابا وماما، بابا وماما ما بيشتغلوش وبياخدوا الاف، انا هشتغل ليه؟ بابا وماما ما بيشتغلوش وانا هشتغل ليه؟ كلنا بناخد الاف مؤلفه. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، علم النبات وعلم الزراعه وعلم الاجنه وعلم الحيوان وعلوم الطب، والله العظيم كلها لها اشارات. ايه واحده في المصحف يتعمل عليها كليه، ايه واحده. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. يامرنا الحق تبارك وتعالى بالعدل. بالعدل، والعدل ده صعب قوي، صعب ان تقيمه على نفسك، صعب ان تقيمه في المكان اللي انت شغال فيه. وفي ناس عايشه بالظلم وراضيه بالظلم وفرحانه بالظلم.
إن الله يأمر بالعدل. في ناس بتحب تصلي وتصوم وتقرأ قرآن وعند تنفيذ العدل لا لا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، صلة الأرحام، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ينهى عن الفحشاء الذنوب الفظيعة والمنكرات والبغي يعني الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. ممكن الآية دي دايما خطباء المساجد في كل بلاد الدنيا بيقولوا الآية دي، وخاصة يوم الجمعة في خطبة الجمعة قبل ما نقوم للصلاة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم إيه تذكرون. آية مشهورة جدا كل خطباء المساجد بيقولوها. طيب، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ربنا بيأمرنا بالعدل والوفاء بالعهد. في سورة النحل بعد أن عدد لنا نعمه ينزل علينا أوامره، يأمرنا بالعدل وصلة الرحم وينهانا عن الفحشاء والمنكر ويأمرنا بالوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. اتفقنا وحلفنا يمين الله وعهدنا، ما دمنا نتفق على طاعة فلا ننقضها. طب افرض اتفقنا على معصية ننقضها؟ من حلف أن يطيع الله فليطع، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصي. واحد حلف قال إن شاء الله والله هصلي 10 ركعات لله، لا يصلي. واحد حلف قال والله سأشرب خمرا، لا ما يشربش. من حلف أن يطيع الله فليطع، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصاه. من حلف أن يصل رحمه فليصلها، ومن حلف أن يقطع رحمه فلا يوفي بحلفه ولا يوفي بنذره. واحد قال والله العظيم ما هزور أخويا ولا زور أختي ولا أكلم أبويا ولا أمي، ده إنسان فاسد. من حلف أن يعصي الله فلا يعصاه. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصاه. واحد يقول نذر عليا لو ربنا نجحني إن شاء الله مثلا أصوم 3 أيام أو أطعم مثلا 10 مساكين أو أصلي 10 ركعات، نذر في الخير. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصاه. واحد قال لو ربنا نجحني أشرب إزازة خمرة، ينفع؟ لو ربنا نجحني هرتكب الزنا، لو ربنا نجحني هسرق، ينفع كده؟ ينفع؟ من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصاه. من حلف أن يطيع الله فليطع، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصاه. عشان كده وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم في الطاعة في الخير، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. في بعض الناس بيعملوا غزل، الغزل زي بالإبرة كده ويعملوا بالإبرة صوف، وأغلب العرب حتى هذه اللحظة وأغلب سكان الصحاري حتى هذه اللحظة بيغزلون الثياب، تغزل تعمل طاقية صوف، بتعمل بلوفر صوف، بتعمل ساعات جوانتات صوف، ساعات شرابات صوف، ساعات بناطيل، يعني في ناس بيعملوا حاجات صوف وبالغزل. فبتغزل، كان زمان بيعملوا بلوفرات، وبعد كده بدل الشغل اليدوي بقى في شغل اسمه التريكو، مكن التريكو. فالمهم انه ده الغزل. في بعض الناس كانت بتغزل وبعدين تفك الغزل، يعني عملت حته قماشه كده وبعدين تروح فكها، شد الفتله تروح فك الايه الغزل. ربنا بيشبه ده بايه؟ بيشبه ده بالناس اللي هي بتؤمن ويبقى انها قوي وبعدين تفك ايمانها كده حته حته. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. ازاي؟ تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، تضيعوا ايمانكم، ها، تحلفوا ايمان وما توفوش بها. ازاي اضيع ايماني؟ ازاي يضيع ايماني؟ دي ان شاء الله نلتقي فيها في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.